جلسة بكرة مع كابتن احمد سليمان، هل هتطلب فيها حاجة جديدة يا كابتن؟ لا، ما انا عادة يعني ما في، بالنسبة لي ما فيش طلبات بالنسبة لنادي الزمالك يعني، لكن لو في حاجة تقدر تتعمل عشان تساعد التيم اكيد بشتغل عليها وبنطلبها، بس في المكتب يعني في بالظبط كده. كابتن معتمد جمال طبعا ابن من ابناء الزمالك، ما عندوش اي مشكله يشتغل في جهاز فني جديد اجنبي ان شاء الله مع الزمالك الفتره الجايه. انا اول ما يعني انت اول ما حد مثلا يعني مش يعني بيطلب اي حد بيطلب منه اللي هو موجود في نادي الزمالك يعني ما ولا بتفكر تقول اي طلبات ولا بتفكر تقول اي مبررات، انت بتاخد عربيتك وتبقى موجود في نادي الزمالك على اساس ان انت انا فين عشان اخدم نادي الزمالك. فان شاء الله يعني مجلس اداره طبعا ناس محترمه جدا واكيد شايفين الصح نادي الزمالك، وانا زي ما هم في ظهري يعني كمان في ظهرهم، وانا قلت للكابتن حسين لبيب احنا يعني شبه بعض، يعني احنا زملكاويه شبه بعض، فاللي في مصلحه الزمالك اكيد هنعمله.